السلام عليكم، اعرفكم بنفسي على طول. انا مستر وائل جمال، بكالوريوس تمريض، وانت دلوقتي بتستمع لمقدمه شرح ماده التشريح لسنه اولى تمريض. Here we go. وحب اقول لك ان الماده بسيطه جدا لو انت فهمتها. يعني مثلا لو هتيجي ونقسم الماده انا وانت كده، هتلاقي ان الماده 80% منها فهم، 20% منها حفظ. وبرضه عايز الفت انتباهك لحاجه، ان اهم حاجه في ماده التشريح انك تعرف مكان الحاجه اللي انت بتدرسها، يعني تعرف مكان العظمه دي فين وتشوفها. يعني انا فاكر وانا في سنه اولى كنت بعاني صعوبه جدا في ان انا احفظ الماده دي، علشان انا ما كنتش عارف مكان العظم ده فين، او ما كنتش بدخل على الانترنت اشوف مكان العظم ده والحاجات دي كلها. فانا باذن الله في شرحي للماده دي هوريك اماكن العظام او اماكن الاجهزه اللي احنا هنتكلم عنها في الماده دي. الطريقه دي انت بتخلي عينيك كمان تحفظ معاك الماده، فده بيساعدك قوي ان المعلومه توصل لك بسرعه، وكمان تفضل في عقلك لفتره كبيره جدا. انا عامل المقدمه دي عشان اهيئك لدراسه الماده، فمش هتكلم فيها كتير. لكن قبل ما تبدا وتستمع شرح الماده في الفيديوهات الجايه، فانا عايزك تحفظ الرسمه اللي هتظهر قدامك دي، عشان لو حفظتها تسهل عليك حاجات كتيره جدا. وبكده المقدمة تبقى خلصت، مستنيك بقى في باقي الفيديوهات.